مشاهدينا الأحباء، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم حوار مفتوح. في البداية خلونا نرحب بصاحب النيافة سيدنا الحبيب نيافة الأنبا بشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري ورئيس قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية. مساء الخير يا سيدنا وأهلا بنيافتك. أهلا أستاذ ممدوح. بنرحب بكل الإخوة الموجودين معنا في الاستوديو، أهلا وسهلا بيكم. الحقيقة النهاردة يعني في مناسبات جميلة جدا. خلونا في البداية باسم سيدنا صاحب النيافة الأنبا بشوي وباسم صاحب النيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي وباسم كل العاملين في المركز الثقافي وقناة ميسات، نقدم خالص التهنئة لأبينا الحبيب صاحب الغبطة والقداسة قداسة البابا تودروس الثاني بمناسبة عيد جلوسه الرابع. ربنا يديمه للكنيسة أزمنة عديدة وأزمنة سالمة هادئة بصلوات سيدنا صاحب النيافة الأنبا بشوي. سيدنا يعني مناسبة غالية علينا، والعيد الرابع لجلوس قداسة البابا. احنا صلينا مع قداسة البابا امبارح قداس الصبح في كنيسة التجلي في مقر اللوجوس في دير الأنبا بشوي، كان سيمينار المجمع المقدس، واختتم امبارح الصبح قداسه وبعديها جلسة ختامية. وطبعا هنينا قداسة البابا بالمناسبة دي، بس النهاردة بقى ده اللي هو 18 نوفمبر بنكرر التهنئة وبنؤكدها، لأن هو ده اللي اليوم اللي تم فيه التتويج. وربنا يديله طولة العمر والحكمة ويحقق له أمانيه في سلام الكنيسة وسلام مصر وسلام العالم كله. أمين يا سيدنا بصلواتك. كمان الكنيسة النهاردة سيدنا يعني تذكار مهم جدا جدا مش هنقدر نغفله يا سيدنا، وهو تذكار اجتماع مجمع نيقيا الأول بحضور 318 من الآباء والأساقفة. هو سيدنا يعني مجمع نيقيا علامة فارقة في تاريخ الكنيسة، وحقيقة سيدنا يعني كنيسة الإسكندرية كان لها اليد الطولة زي ما بيقولوا كده في هذا المجمع بحضور قداسة البابا اللي هو ألكسندروس 19، وكان معاه طبعا شماسه اللي أصبح بعد كده البابا أثناسيوس 20. سيدنا يعني هذا المجمع له أهمية كبيرة، مش عايزين نفوت الفرصة غير لما نسمع منك أي حاجة صغيرة عن هذا المجمع وأن أهميته. المجمع كان الإمبراطور قسطنطين خاف من انقسام الإمبراطورية بسبب تعاليم أريوس بعد ما اتحكم عليه في مجمع الإسكندرية برئاسة البابا ألكسندروس 19 سنة 318 ميلادية، فراح نيقوميديا اللي هي في نواحي الشرق ناحية الشام وكده، وابتدى ينشر البدعة بتاعته هناك، مع انه كان خلاص اتحرم من الكنيسة في اسكندرية اللي هي الكنيسة اللي هو نشأ فيها يعني. تمام سيدنا. فالإمبراطور كان وقتها ابتدى يفكر ان هو يبقى مسيحي، واعلن منشور التسامح الديني 313 ميلادية في ميلانو، وكان لسه ما تعمدش، بس امر بعقد المجمع المسكوني وحضر في الجلسة الافتتاحية، طلب منهم ان هم 318 بطريرك واسقف وربما بعض الشخصيات المهمة في رتبة رئيس شمامسة أو حاجة زي القديس أثناسيوس، قال لهم أهم حاجة أنكم تصلوا إلى فكر واحد وقانون واحد، لكن هو لم يتدخل في المناقشات وقعد بعد ما سمحوا له بالأعاد، لدرجة أن سيدنا ساب الصولجان والتاج بتاعه يعني خلعهم وقال لهم أنتم لكم السلطان في هذا ولم يتدخل في المناقشات لأن هو مش دارس لاهوت وحاجات زي كده، قصدي علم لاهوت ولا عقيدة ولا كده يعني. تمام سيدنا.
اللي رأس المجمع كان أسقف أسبانيا من الغرب يعني، لكن ما كانش في الوقت ده في يعني كنائس مستقلة عن بعضيها، لأن كانت الكنائس بتعتبر كنيسة الجامعة جامعة. يعني. عدد اللي كانوا مع أريوس كانوا 16 أسقف، وعدد اللي مع البابا ألكسندروس في صفه يعني كان 21. وابتدى أريوس يجيب الآيات اللي بتشكك في ألوهية المسيح، وبيستخدموها شهود يهوه حاليا لغاية دلوقتي يعني، وبنرد عليها. مظبوط يا سيد فعلا. فالبابا ألكسندروس اتنيح 328، فكان 325 كان في أواخر أيامه، فكان متلمذ الشماس العظيم أثناسيوس، فخلاه هو اللي يقف يرد على أريوس وهو جنبي، بس بيرد عليه بنفس فكر وتعليم البابا ألكسندروس. المناقشة استغرقت عدة أيام طبعا، لأنه كل آية بتعوز حوار طويل وإثباتات وحاجات. وفي نهاية في نهاية المناقشات بقى، احنا قلنا مجمع نيقيا اللي حضروا كام؟ 318 بين الآباء البطاركة والأساقفة في الوقت ده سنة، وربما بعض الشخصيات التانية زي شخصيات النيقيا. لاهوتية كبيرة يعني، مش لاهوتية، متفوقة في علم اللاهوت، زي شماس سانسيوس. تمام. وممكن تبقى مش متفوقة ولكن متبحرة، بس بطريقة غلط في علم اللاهوت، العلوم اللاهوتية يعني. بس مش دايما اللي بيدرس او بيتبحر بيوصل لنتيجة صح. فعلا يا سيدنا ممكن يشذ في تفكيره في النص. في نهاية المناقشات 314 كانوا مع بابا ألكسندروس وأثناسيوس بدل 21، وأربعة بقوا فضلوا مع هم اللي أريوس، والبابا أثناسيوس وهو شماس كتب قانون الإيمان تحت إشراف البابا ألكسندروس، واعتمد قانون الإيمان النيقاوي من المجمع. و314 مضوا على الحرم بتاع أريوس، منهم يوسابيوس النيقوميدي ويوسابيوس القيصري واتنين تانيين. بس لما لقوا ان هم هيتنفوا من كراسيهم كأساقفة، فوافقوا يمضوا على قرارات المجمع بعد فترة، ولكن احتفظوا بفكر خبيث بيسموه نصف أريوسي، سيمي إيريان بالإنجليزي. هما دول بقى اللي قعدوا يدبروا المؤامرات للبابا أثناسيوس لما بقى بطريرك سنة 329 ميلادية، واتسببوا في انه اتعملت له مجامع وحكمت ضده، وهو استمر صامد لدرجة ان اتحكم عليه من من الأباطرة قسطنطين وعياله بقى يعني بالنفي 5 مرات، ونفذ منهم 4 سنوات طويلة. ولما كان بيتنفي في ترير اللي هي في الحدود بين ألمانيا وفرنسا أحيانا،
في المنطقة دي لازال هناك في حاجات أثرية تخص القديس أثناسيوس موجودة؟ دي أول مرة نسمع المعلومة دي سيد، إنه ليه آثار موجودة هناك. ده في كنيسة كمان كبيرة، وإحنا مثلث الرحمات قدس البابا شنودة الثالث لما جاب رفات أثناسيوس، ما هو جابها من روما وهو بيزور روما، فهم يعني جسد القديس أثناسيوس موجود في البندقية اللي هي فينيسيا في كاتدرائية كبيرة بس من غير الراس. فالبابا شنودة جاب عظمة تقريبا زي دي كده من رسغ من في كونتينر، يعني اناء فخم كده ومختوم عليه من روما يعني، وهو راجع. كنت بقول انه هو هناك عمد قبائل وثنية في فترات النفي بتاعته، بس ما حاولش يخليهم يتبعوا كرسي الإسكندرية، سابهم تابعين لكرسي روما. فهو نشر المسيحية في أوروبا وفضل متمسك بالدفاع عن ألوهية المسيح، لدرجة انه طبعا أسقفته في مصر كانوا زيه، لكن بالنسبة للوضع الدولي يعني قالوا له انت ضد العالم، أثناسيوس ضد العالم، فبقى لقبه كونترا موندو. كونترا موندو باللاتيني يعني ضد، كونترا ضد موندو العالم. هو الحبرية بتاعته كانت 46 سنة بس للأسف انه سنوات طويلة كان بيقضيها في النفي، وكان بيبعت رسائل زي الرسائل الفصحية في عيد الفصح اللي هو عيد القيامة يعني، كان بيبعت الرسائل دي، والرسائل دي لسه موجودة لغاية دلوقتي وبنعتز بيها جدا من كتابات القديس أثناسيوس. أحد البابوات في روما كان بيساند القديس أثناسيوس وبيؤيده، فراحوا عزلوه هو كمان. الحق دايما يا سيدنا يعني بيتعب أصحابه، ولكن الحق حق حق يعني. عملوا واحد بداله، واللي عملوه بداله يظهر برضو ما استمرش، والدنيا كانت فيها تقلبات كثيرة، لكن أخذ لقب الرسولي. ليه بالذات الرسولي؟ يعني لما يبقى هو اللي حافظ على الإيمان الرسولي المسلم مرة للقديسين، فمش كتير عليه لما يطلق عليه لقب ثالث عشر الرسل. مظبوط. وأصبح لقب بابا الإسكندرية لغاية دلوقتي من ألقابه ثالث عشر الرسل، بسبب إن الإيمان اللي نشروه الاثنى عشر بما فيهم متياس الحل محل يهوذا في العالم كله بلاهوت المسيح اللي هو بيه تم الخلاص. يعني هو صراعه صراع مش بس فكري او فلسفي، هو بيدافع عن قضية الفداء، ان لولا ان المخلص هو الله الكلمة المتجسد يبقى الذبيحة دي اللي قدمت على الصليب ازاي تكفر عن خطايا العالم كله، العالم كله، جميع الخطايا لجميع البشر في جميع العصور للي يؤمن.
فعشان كده خد لقب الرسولي عن جدارة. لكن طبعا ده ما يمنعش ان بولس الرسول ما كانش من الاثنى عشر، وبرضه بنقول الرسول، وفي 70 رسول ايضا، الرسل 70 اللي المسيح كان اختارهم ليهم مكانتهم في الكنيسة طبعا. لكن الفكرة ان هو يمكن الوحيد اللي مش في عصر الرسل واخد لقب الرسولي. الرسولي مش في عصر الرسل. طبعا بولس الرسول عصر الرسل، واشتغل معاهم، واشتغل مع بطرس، واشتغل مع برنامه، واشتغل مع الاغلب، اشتغل جامد قوي. وحتى عرض الانجيل اللي كان بينادي بيه على بطرس ويعقوب ويوحنا في اورشليم، واعطوه يمين الشركه وبرنابا للامم وانبا بطرس فللختان. كل ده مذكور في الكتاب المقدس. طبعا المجمع اللي قبلي كان مجمع الرسل في اورشليم، بس ما بنسميهوش المجمع الاول، بنسمي مجمع منقيا المجمع المسكوني الاول، والقسطنطينية 381 المجمع المسكوني الثاني، وافسس 431 المجمع المسكوني الثالث. ليه ما بنبتديش من مجمع الرسل؟ لأن مجمع الرسل يعتبر حالة خاصة جدا، لأن الرسل اللي من حقهم يكتبوا أسفار في الكتاب المقدس، وده اللي حصل. يعني كل العهد الجديد كاتبينه أبائنا الرسل، أباء رسل، سواء من الاثناشر أو من السبعين. مظبوط. فالاباء الرسل سواء الانجيليين منهم اللي كتبوا اناجيل او اللي كتبوا رسائل او حتى اللي ما كتبوش، هم دول اللي من حقهم يكتبوا اسفار معصومه، عصمه مطلقه، بس بشرط ان يكون السفر اللي اتكتب شهدت له الكنيسه الجامعه وقتها. عشان كده يوحنا الإنجيلي في آخر إنجيله، لأن كان مش فاضل من الاثنى عشر اللي هو بس، لكن كان في طبعا من خلفاء الرسل ومن السبعين في حد ضروري قال هذا هو التلميذ الذي كتب هذا وشهد بهذا ونعلم أن شهادته حق. طب ليه بيقول ونعلم؟ ده بصيغة الجامع، إن الكنيسة الجامعة نفسها شهدت لما كتبه يوحنا الرسول، لأن هو الوحيد اللي عاش لنهاية القرن الأول الميلادي، عشان كده كتب العبارات دي سيدنا فعلا. ولما اجتمعوا الرسل في أورشليم، الرسل والمشايخ، يعني مقصود بها المشايخ يعني القيادات، وساعات كلمة بريزفيتيروس تعني شفيع وتعني قس وتعني شيخ، يعني حد متقدم في السن، ومنها جايه كلمه برزفيه يعني شفاعه. شفاعه، تمام. قالوا في نهايه المجمع بعد المباحثات قد راى الروح القدس ونحن. صحيح الروح القدس كان بيرشد الاباء في مجمع نيقيا والقسطنطينية وأفسس، لكن ما بيقولوش العبارة دي. العبارة دي خاصة بمجمع الرسل، كلمة قد رأى الروح القدس ونحن، محدش يقدر يقولها غيره، محدش يقدر يقولها غيره. فالقديس أثناسيوس بلا شك إن الروح القدس أرشده في كل دفاعاته، لكن في حاجات الآباء القديسين العظام اللي زيه هو وغيره، لو كانت تأمل خاص، تأمل خاص، فبنعتبرها أحيانا آراء نحترمها، ولكن
لا ترقى إلى مستوى الأسفار المقدسة لما يكون حاجة هو بس اللي كتبها، لكن بنعتز بها إنها من ضمن أقوال الآباء، لكن بتاخد قوة أكتر لما يبقى فيه إجماع على الرأي ده. يعني إجماع الآباء على حاجة طبعاً زي اللي حصل في نيقيا والقسطنطينية وأفسس، هي دي المجامع اللي كان فيها إجماع، مش زي خلق الدنيا اللي بسببه انقسمت الكنيسة فعلاً للأسف. مجمع نيقيا أخذ لقب المجمع المسكوني الأول عشان نميز بينه وبين مجمع الرسل. مجمع الرسل ده ما هوش أول ولا تاني ولا تالت، ده ما يتعدش في سلسلة حيث ولا بقى الرسل عملوا المجمع ده يعني ما كررهوش تاني، ده وضع خاص. لا عارف لو عملوا مجامع تاني الرسل نفسهم تاني كنا هنقول مش المجمع المسكوني، مجمع الرسولي، كنا هنقول المجمع الرسولي الأول والمجمع الرسولي الثاني. صحيح. ويبقى ليهم لقب خاص لوحديهم. لكن سفر أعمال الرسل ذكروا لي ده هو المجمع ده اللي ذكروه بس، اللي هو مجمع الآباء الرسل. كفاية عليك كده في السؤال بتاعك. كل سنة ونيافتك طيبة سيدنا. لا فعلا استفدنا وما كناش نقدر نعدي المناسبة دي يا سيدنا، لأنه فعلا مجمع نيقيا ده يا سيدنا حفظ لنا الإيمان المسلم مرة القديسين لحد ما وصل. وإحنا بنشكر ربنا إحنا في عصر يعني قداسة البابا تودروس حاليا، قداسة البابا شنودة ربنا ينح نفسه، ونيافتك تلميذ قداسة البابا شنودة، بنعتبر كده سيدنا يعني بيبقى شرف إن إحنا نقول كده. فإحنا فعلا برضو ماشيين على نفس إيمان أثناسيوس والآباء البطاركة، فدي نعمة كبيرة سيدنا حقيقة. الإيمان الرسولي المسلم مرة للقديسين، قانون الإيمان النقاوي استكمل في مجمع القسطنطينية الجزء الخاص بالروح القدس كرد على بدعة مقدونيوس، فكان وقف عند نعم نؤمن بالروح القدس، فكملوا بقى قالوا الرب المحيي المنبثق من الآب إلى آخره. مظبوط سيدنا صحيح. ومش بس كده، في جملة في نص مجمع نيقيا لقوا إنها ممكن ما تتفهمش أو تتفسر بطرق متعددة، فاختصروها شالوها، اللي هي بنقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور. نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق. كان في جملة في العبارة دي مولود من جوهر الآب. أنا قلت إيه؟ نعم نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، له نفس الجوهر الذي للآب. ده كله كان في مجمع نيقيا والقسطنطينية اللي هي احنا بنقولها مساوي للآب في الجوهر. اختصروها في العبارة دي مساوي للآب في الجوهر. لا مش هما اللي اختصروها، هي فضلت هما أوسيون تو باتري، له نفس الجوهر الذي للآب. قبليها كان في عبارة الآباء شافوا انه هيتنوع تفسيرها وممكن تحصل بسببها اختلاف في تفسير قانون الإيمان، فقالوا كفاية نقول ان له نفس الجوهر الذي للآب. هي دي اللي فضلت، اللي هي مساوي للآب، هي نفس اللي هي احنا بنقولها مساوي للآب في الجوهر، والبعض بيقولوها واحد مع الآب في الجوهر. العبارة اللي اتشالت مولود من جوهر الآب، تقول لي اتشالت ليه؟ يعني يفتك يعني رديت عليها قبل ما نقول انه ممكن تتفسر بأكتر من معنى وتعمل بلبل. ايه اللي اكتر من معنى؟ ده اللي انا هقوله. كان ممكن تتفسر ازاي سيدنا؟ ده كلمة مولود من جوهر الآب وبعديها له نفس الجوهر الذي للآب. طب ما هو نفس، له نفس الجوهر الذي للآب ومولود من الآب قبل كل الظهور، دول مع بعض خلاص. حي سيدنا. وضحوا. حي مظبوط. مولود من جوهر الآب كان مقصود بها في نيقيا انه لما اتولد من الآب اتولد بنفس جوهره.
لكن ممكن حد يجي يقول مولود من جوهر الآب يعني مش مولود من الآب ولكن مولود من الجوهر. فلو كان الجوهر اللي بيولد الجوهر ده يخص الثالوث يبقى كأن الابن مولود من الثالوث مش مولود من الآب. خطيرة جدا. يبقى مولود من الآب ومن نفسه ومن الروح القدس. فهي مقصود بيها مولود من جوهر الآب يعني مولود من الآب جوهريا بحسب الجوهر. يعني ايه؟ يعني انه له نفس الجوهر. فهما العبارتين كان مقصود بهم نفس المعنى بس ممكن حد يجي ياخد العبارة الاولانية يقول لا ده كده يبقى مش مولود من الآب ده مولود من الثالوث. واحد يقول مولود من الثالوث يبقى مولود من الابن يبقى الابن مولود من الابن. وتبتدي المطحنات العقائدية. فالاباء في مجمع القسطنطينية قالوا ان العبارتين مولود من الاب قبل كل الدهور وله نفس الجوهر الذي للاب. تكفي وضحت في المعنى خالص تماما. وكلمة مولود من جوهر الاب ما كانش مقصود بيها ان الجوهر هو اللي ولده لكن ان الاب لما ولده بنفس جوهره. مفهوم يا سيدنا. واضح؟ واضحة ليا. وده يوريك حاجة انه مجمع القسطنطينية ما غلطش مجمع نقي خالص لكن يعني عمل نوع من التطور في الصياغة بحيث انها ما تديش فرصة ان حد يلعب يستغلها في اي فكر خاطئ. مظبوط سيد. عشان كده الكلام ده ما ينطبقش على الأسفار المقدسة الأسفار الإلهية. ما ينفعش واحد يجي يقول ايه طب نشيل الجملة دي من إنجيل الفلاني لحسن حد يفهمها كده ولا كده. طبعا ما ينفعش. ما ينفعش كده. لا الشطارة بقى انك من غير ما تشيل حاجة تقدم التفسير الصحيح. والتفسير الصحيح في المسائل الأساسية قلنا ان ده لازم يبقى فيه الإجماع في التفسير مش كل واحد يقدم فكره الخاص. ولو حد من الآباء القديسين هو الوحيد اللي قال الفكرة دي بنعتبرها فكر خاص ومع احترامنا لشخصية هذا القديس لكن ما بنقولش انه هذا الكتاب اللي كتبه القديس فلان زيه زي انجيل متى او مرقس او يوحنا او لوقا او بقية اسفار العهد الجديد. حتى لو حصل اجماع برضو لكن برضو في اختلاف عن الاسفار المقدسة او كتابات اي حد من الاباء برضو. انا قلت انه مجمع الرسل يقولوا قد رأى الروح القدس ونحن. محدش يقولها بالنص ده. ممكن نقول ان الروح القدس بيرشدنا بيعلمنا. ونفتك قلت يعني ان هم لهم العصمة الكاملة في كل ما كتبوه وهم الوحيدين اللي يمتازوا بهذه الصفة. لا وهم الوحيدين اللي هم حق كتابة اسفار مقدسة. زي برضو الانبياء المعترف بيهم في العهد القديم. يعني الأسفار الإلهية في العهد القديم برضو بنديها عصمة الكتاب المقدس. كفاية كده بقى. لا احنا وصلنا لنص الحلقة سيدنا فناخد الفاصل ونرجع نشوف نيافتك النهاردة في أسئلة جاية على الإيميل برضو وفي موضوعات تانية مع نيافتك. تحب نخرج الفاصل الأول يا سيدنا؟ ماشي. طيب مشاهدين. لا بس قبل ما تطلع الفاصل الشاهد اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت بتاع أشعيا. لما كنا اقرأ لو سمحت. هو أشعيا 42:8
42 سيدنا. وعدنا ان احنا هنقول احنا قلنا مجدي لا اعطيه لاخر. فاقراها حضرتك في إشعياء 42 العدد الثامن، انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر. بس كده ده الشاهد اللي كنا وعدنا مشاهدين سيدنا والنيافتك وعدتنا احنا هنجيبه في الحلقه دي ان شاء الله. ومش بس عشان وعدنا المشاهدين، عشان لما الحلقات دي تتجمع مع بعضيها مفيش حاجه كده، يبقى الشاهد اللي كنا عايزين نطلعه موجود يضاف من الحلقه دي على الحلقه اللي فاتت ان شاء الله. يعني زي مثلا لو اتفرغت الحلقات دي واتطبعت كتاب مثلا، يبقى ساعتها نحط الشاهد مع الكلام بتاع الحلقه اللي فاتت. تمام يا سيدنا ان شاء الله. اتفضل بقى مشاهدينا، نخرج فاصل ونرجع نستكمل مع سيدنا. حقيقي استمتعنا في الجزء الاول بالحوار عن مجمع نيقيان. هنشوف بعد الفاصل سيدنا هيكلمنا في موضوعات تاني مهم. اسمح لي أن أرنم لك
فيها الكنارة التي تهز الكروبيم. اسمح لي أن أتحدث عنك. أهلا بكم مشاهدينا مرة ثانية بعد هذا الفاصل. نرجع نستكمل حوارنا مع سيدنا صاحب النيافة الأنبا بشوي. كان الكلام في الجزء الأول عن مجمع نقيا، لكن دلوقتي في بعض الأسئلة وردت لسيدنا عبر الإيميل، فممكن سيدنا نشوف مع نيافتك إيه اللي الأسئلة الموجودة. هو في سؤال اضطر اجزأ الإجابة عنه، لأنه هياخد وقت طويل في الإجابة. الأخ مينا جوزيف برضو اللي هو كان سأل الأسبوع اللي الحلقة اللي فاتت وكان لسه له أسئلة تانية هنجاوب عليها، يمكن نلحق نجاوب على حاجة منها برضو. كنا جاوبنا على سؤال لي وسؤال لأخ تاني اسمه ماجد منصور، فأنا كنت مجهز السؤالين اللي ما جاوبناش عليهم بتوع مينا جوزيف. هو بعد راح بعد سؤال كبير قوي، هو مينا جوزيف برضو ومرفقات معاه صفحات طويلة، ده ممكن ياخد وقت طويل الإجابة عليه. فأنا هجاوب جزء من الإجابة وإذا شاء الرب وعشنا أخش في التفاصيل، خصوصا المرفقات اللي هو بعتها. هو الحقيقة السؤال مش بتاعه هو ده، هو بعت كلام حد تاني قايله وعايزنا نرد عليه. يبقى الأخ مينا جوزيف بيقول في الإيميل بتاعه بعد التحية، يعني بعد حلقات نيافتكم في برنامج سلسلة إيماننا الأقدس وحوار مفتوح وشرح عدم تناول يهوذا من خلال آيات الكتاب المقدس في الأناجيل وقرار المجمع المقدس بشأن الموضوع ده، ده كان قرار للمجمع برئاسة قداسة البابا شنودة الثالث، ربنا يناح نفسه وينفعنا بصلواته. كتب أحد الأشخاص على الفيسبوك ردا على نيافتكم على موقع التواصل الاجتماعي، ولأمانة النقل حذفت عبارة من الكلام فيها كلام مسيء لشخص نيافتكم. خلاص مش مهم، احنا دلوقتي خلينا في الموضوع. فبيقول ايه والرد كالآتي، اللي هقراه ده بقى مش رد، مش رأي مينا جوزيف، ده رأي واحد اللي كان بيهاجمني ده سيدنا في الفكر وبالكلام، بس هو ما بعتش الكلام المسيء يعني، ربنا يسامحه. مش ده موضوعنا يعني، بس هو شخص يعني عايز يهاجم. بيقول التمسك بعدم تناول يهوذا هو التأسيس لعدم إعطاء الإفخارستية للخطاة وإعطاء سلطان مزيف للكهنة والأساقفة في حقهم في منع الإفخارستية عن البعض. يعني ده ربما يكون هو نفسه مش أرثوذكسي الشخص ده،
لانه واضح انه بيهاجم على مهاجمة سلطان الكهنوت على طول سيدنا. وممكن يكون ارثوذكسي اسما ولكن فكرا وقلبا عايز يهاجم الأرثوذكسية او عايز ينقضها يعني. ده وارد فعلا، مش بالدال بالضاد، ينقضها يهدها يعني. بل هم خدام والإفخارستية تعطى للجميع، ده رأيه، حتى غير التائبين يعني. خذوا كل منها كلكم، ما قالش منها، هو قال منه، ده كان عن الجسد. اللي قال منها ده كان عن الكاس، اشربوا منها كلكم. لكن معلش يعني نقول خذوا كله منه كلكم. تأكيد يقصد ان كلام المسيح لما قال العبارة دي تأكيد على كلكم، والكنيسة لا تحرم احد من الإفخارستية الا المبتدعون. يعني اللي يبتدع في العقيدة، وفي الحقيقة هو الكلام اللي هو بيقوله ده هو ده بدعة. صاحب الهجوم هو بيقول بدعة، ليس كعقاب بل حتى يترجع ويتوب. طب ما هو برضو لما بيكون واحد بيزني ومش عايز يتوب بنمنعه من التناول عشان يتوب، يبقى برضو ينطبق عليها ان احنا مش بننتقم منه ولكن خايفين عليه، لان بولس الرسول قال اللي يتناول بدون السقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب، في كورنثوس الاولى 11. وقال كمان يصير مجرما في يعني يوصلها لحد الجريمة، يعني التناول بدون السقاق يكون مجرما في جسد الرب وغير مميز جسد الرب. فهو هنا بيحطها في صورة غير الحقيقة يعني. فبيقول المبتدعين بس، ليس كعقاب بل حتى يتراجعوا ويتوبوا، وحتى لا يتشاركوا مع المؤمنين ويبثوا بدع بينهم. وبعد كده جايب مرفقات كثيرة هتاخد وقت طويل في مناقشتها، فهنناقشها برضو بس في ملحق ان شاء الله المرات القادمه هذا الموضوع. لكن انا هرد على كلامه هو مبدئيا يعني. بيقول الكنيسه ما بتمنعش الا المبتدعين فقط، ها؟ وانه بيقول ما يصحش اعطاء سلطان مزيف للكهنه والاساقفه في حقهم في منع الافخارستيه عن البعض. وبيقولوا هذا كذب، اللي هو كلامنا احنا يعني، لانهم لا يملكون الافخارستيه لكي يملكوا ان يمنعوها. مغالطات رهيبه سيد. في مغالطه طبعا. نشوف الكتاب المقدس نفسه بيقول ايه على العبارات اللي هو قايلها. مش بيقول مبتدعين فقط؟ طيب نفتح كورنثوس الاولى، رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس. فبيقول يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. فأنتم منتفخون أو بالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. يرفع من وسطكم يعني يعزل، يعزل من الكنيسة. م.
وجاء في الآية 9، بس أنا بختصر القراية شوية. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. يعني بيقول ما تخلطوش الزناة من المسيحيين. لكن واحد بيعبد الأصنام وزميلك في الشغل أيام بولس، يعني هتعمل إيه؟ هو له دينه وخلاص. فهو بيقول وإلا هتسيبوا الدنيا وتمشوا كلكم. فأنا بيقول أنا بكلمش إلا على شعب الكنيسة، بولس يعني. فبيقول ما تخلطوش حد اللي هما من الخط من الطماعين وزناة هذا العالم والطماعين والخاطفين أو عبدة الأوثان. الخاطفين اللي هما الحرامية يعني. تعال بقى نخش في الكلام القرار بقى. هو في قرار قبل كده بالنسبة للشخص اللي اتكلم عنه اللي بيخالط مرات أبوه. أيوة. لكن بعد كده بقى دخل في التعميم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعوا أخا. مدعوا أخا يعني مؤمن في الكنيسة، مؤمن في الكنيسة وله مؤمن. شركة. زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا. مش بس الزاني ومش بس عابد الوثن، ده إذا كان شتام أو سكير أو مجرد شتام. هو عابد وثن يعني إيه؟ يعني هو بيقول أنا مسيحي وبيجي الكنيسة وكل حاجة، لكن ممكن في الأعياد بتاعت الوثنيين يروح يشترك معاهم، فما ينفعش يلعب على الحبلين يعني. لكن خلينا في شتاما أو سكيرا أو خاطفا، يعني حرامي. أن لا تخالطوا هذا، لا أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. لا تخالطوا ولا تؤكلوا، ده مش بس ما يشتركش في شركة الإفخارستية، ده ما يحضرش الأغابي اللي بيعملوها بعد القداس ويقعدوا يأكلوا مع بعض أكلة محبة. حتى أكلة المحبة لا. أيوة. وإذا كان يعني إذا كان ما ينفعش يشترك في أكلة المحبة، إزاي هيشترك في جسد الرب ودمه معانا؟ لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج، يقصد غير المسيحيين يعني، لو حد وثني أو حاجة خلاص هو. ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فإنها فالله يدينهم. فاعزلوا الخبيث من بينكم. يوم هو يجي يهاجمنا، والأخ اللي بعت السؤال شال العبارات المسيئة كمان يعني، ويقول إن الرأي اللي أنا قلته إعطاء سلطان مزيف للكهنة والأساقفة في حقهم في منع الإفخارستية عن البعض، وهذا كذب. ده كده كذب رب المجد نفسه يا سيدنا، لأنهم لا يملكون الإفخارستية لكي يملكوا أن يمنعوها. طيب في إنجيل يوحنا، ما تقفلش الصفحة دي، حط فيها علامة وطلع إنجيل يوحنا، آخر إنجيل يوحنا الصفحة الأخيرة سيدنا. لما المسيح ظهر للتلاميذ بعد القيامة، يعني الإصحاح العشرين. تتفضل تقرأ كده بداية من عدد كام سيدنا نيرتك؟ من أول الآية 21. هو دخل لهم الأبواب مغلقة
وقال لهم سلام لكم. قال لهم يسوع أيضا، يعني من اقرا من اول 21 يا سيدنا، فعلا يفتك 21. نعم، من العدد 21 يا سيدنا، فقال لهم يسوع ايضا. لا انا بس عايز كمان نطلع وقال لهم سلام لكم، يبقى نبتدي من الايه 19. تمام يا سيدنا. ولما كانت عشيه ذلك اليوم وهو اول الاسبوع، اول الاسبوع، كانت الابواب مغلقه حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. طيب أدام سلطان ان الخاطي اللي مش تايب ومستعد لشركه الافخارستيه من حقهم يمنعوه، لان بيقول من امسكتم خطاياه امسكت. والكلام هنا مش على المبتدعين بس، خطاياه عموما. وبولس الرسول دخل في التفاصيل اللي قريناها، اذا كان شتاما او سكيرا، يعني هنسيب اللي قبلها وخلينا في شتاما او سكير من ضمن الخطايا، يعني اللي ممكن بسلطان الاباء الرسل والاباء الاساقفه والكهنه يمسكوها. طيب هل يهوذا الاسخريوطي ما كانتش خطيته ابشع من ده كله لما المسيح يقول خير لذلك الرجل لو لم يولد؟ ها؟ في حد ممكن تتقال له عباره اشد من كده؟ احسن له ما كانش اتولد. ده يدل على مدى بشاعه خطيته او الجرم اللي ارتكبه يعني. وبعدين لما هو سال المسيح شخصيا ومكتوبه في الانجيل، قال له هل انا، لما يعني كلهم اضطربوا لما قال له واحد منكم هيسلمني، فقال له انت قلت. ها؟ صحيح يا سيدي. وقال ليوحنا لما سأله مين اللي هيسلمك، قال له الذي أغمس اللقمة وأعطيه وأعطى اللقمة ليهوذا. ده من الفصح اليهودي بيغمس. فلما أخذ اللقمة خرج للوقت. دي مش المناولة، لأن المناولة ما كانش تغميس، ده كسر الخبز وقال خذوا كلوا منه كلكم لوحده، وبعدين بعد كده الكاس قال خذوا اشربوا منها كلكم. يبقى ما غمس. وده بيقول لما اخذ اللقمه خرج للوقت، واللقمه دي كانت علامه مين اللي هيسلمه. وفي انجيل يوحنا المسيح قال على يهوذا اليس انا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان. لما يتقال على بني ادم العباره دي، ولما اتناقش مع بطرس في غسل الارجل قال له اللي اغتسل ليس له حاجة إلا غسل رجليه فقط، لما قال له اغسلني كلي وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. ده قبل ما يقعد يعمل الفصح حتى بتاع العهد القديم كمان، قال وليس كلكم. يهوذا اشترك في الفصح بتاع العهد القديم لكن مش في التناول. وانا شرحت بالتفصيل ان اناجيل متى ومرقس ويوحنا بيثبتوا انه يهوذا ما حضرش التناول. انجيل لوقا كمل الكلام عن الفصح اليهودي وبعدين الافخارستيه والعشاء الرباني، وبعدين اتكلم عن خيانه يهوذا. طب ما انجيل لوقا ما بيلتزمش بالترتيب الزمني حقيقة سيدنا، ونيفتك ضربت ده في أمثلة تاني في إنجيل لوقا كمان. لا، في مثل واضح جدا إنه قال إن هيرودس ألقى يوحنا في السجن، وبعدين بعديها في إنجيل لوقا قال ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وابتدى يتكلم عن العماد بتاع المسيح في إنجيل لوقا ويوحنا في السجن. طبعا هو ما عمدوش في السجن، عمدوه في نهر الاردن.
فطريقته في الكتابة كده. فإذا كان حد فهم من إنجيل لوقا إنه هو تنبأ إن يهوذا خرج بعد العشاء الرباني، ده بسبب إن إنجيل لوقا ذكرها بعد العشاء الرباني، لأنه كان بيمسك كده موضوع يكمله كله، ممكن يقول حاجات بعد كده بيكمل الموضوع وبعدين يجيب موضوع تاني ممكن يكون حصل أثناء الموضوع الأولاني. وده أسلوب في الكتابة ما هوش غلط، فكل واحد له أسلوب في الكتابة في مسألة الترتيب الزمني. تمام. دلوقتي لما بيقول فاضل بقى عشان نبقى خلصنا الجزء الأول من الإجابة، كورنثوس الأولى 11 لو سمحت، الحتة اللي قلناها بس نقراها بالنص ونقول الشاهد بتاعها. من أول الآية 26 الإصحاح 11 11 فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب من أجل طيب. هذا المسألة فيها تحذير جامد هنا، لكن برضو أرجع أقول إذا كان أخ، إن كان أحد مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عبد وسن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا هذا، لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج اللي هم غير المسيحيين؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم. فاعزلوا الخبيث من وسطكم، اعزلوه. يبقى ازاي يتناول يعني؟ ازاي؟ وقبل كده بالنسبة لخطأ كورنثوس قال يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا؟ نفس الإصحاح، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة اللي هي الشر ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق. وبعدين قال كتبت لكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا. موضوع أن يهوذا يتناول ده يهد كل قدسية الأسرار الكنسية. هو مش بس الخاطي ما نقدرش نناوله غير التائب، ما نقدرش نعمده، لأنه لازم قبل المعمودية يعترف بالخطايا بتاعته ويكون تائب عنها. ولذلك في سفر الأعمال بيقول كان كثير من الرجال والنساء يأتون إلى الرسل مقرين ومخبرين بأفعالهم. ده من الناس اللي جايين إلى المسيحية يعني. هم كبار في السن يعني، مش عشان مش الأطفال يعني، عشان لا مش أنا أنا ما أقصدش إن بس الكبار اللي هيتعمدوا، وبس هنا بيشير إلى فكرة إن هم كمان قبل المعمودية بيعترفوا. مقدمين توبة حقيقية وجايين ينالوا الأسرار دي. وأيضا ما أقدرش أعمل سر الزواج لإنسان خاطي غير تائب،
ولازم يكون بيواظب على الاعتراف والتناول، وإلا هيمرر عيشة مراته وهيخونها بعد الجواز لو كان من النوع اللي ماشي في سلوك منحرف غير تائب. إذن التوبة هي شرط لكل استحقاقات الأسرار الكنسية سيدنا. السر الوحيد اللي ممكن يبدأ ممارسته بدون توبة هو سر الاعتراف، ولكن لا ينتهي. يعني ايه؟ يعني ابتدي اسمع المعترف، فزلقته غير تائب اقول له لا مالكش حل عندي، من امسكته من غفرتم لهم خطاياهم تغفر ومن امسكتموها عليهم امسك. فانا ارجو ان الاخ اللي بعت الهجوم ده، مش الاخ مينا جوزيف ده، مينا زعلان انه فيه هجوم على نيافتك، لكن انا انصح الاخ ده انه يراجع نفسه، لانه هو كده بيهد قدسية الكنيسة كلها، مش بيدافع عن يهوذا بس. طبعا يا سيدنا، وهاجم يعني سلطان الكهنوت، والسيد المسيح اعطى السلطان ده بنفسه، فهو كده يعني بيهاجم رب المجد نفسه، بيعتبر انه اعطى سلطان مزيف. ده كلام لا يصح، وللأسف حاليا الوسائل الاعلام اللي هي الانترنت اقصد يعني اللي انتشرت والفيسبوك دلوقتي، اي واحد عايز يضلل الناس او يدمر المسلمات المقدسة ويهاجمها بيكلم براحته. فاصبحنا بنواجه وضع يحتاج الى يقظة والى سرعة تصحيح الافكار، عشان شعبنا ما يقتنعوش بالافكار الغلط يعني. أمين سيدنا، بصلوات نيافتك ربنا يحمي الكنيسة ويحميها من كل فكر شرير ومن كل هجوم غير مبرر على عقائدها الراسخة الثابتة. سيدنا اسمح لنا مرة تانية باسم نيافتك وباسم المركز وسيدنا صاحب الأنبرمية نهني قداسة البابا الأنبا تغدروس بعيد جلوسه الرابع، ومتمنين لقداسته سنين وأزمنة هادئة سالمة يعني مديدة تكون مليانة بكل الإيمان والخير والحب في كنيستنا وفي مصر عموما. ربنا يحفظها بصلوات سيدنا من كل أمر رديء. سيدنا في نهاية الحلقة بنشكر نيافتك كتير جدا، النهاردة تعبناك واستفدنا منك كتير وتعلمنا حاجات كتير مهمة جدا، سواء عن مجمع نقيا أو في هذا السؤال اللي جانا النهاردة. باسم كل الأخوة الحاضرين معنا بنشكر سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة ديميانا بالبراري ورئيس قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية. مشاهدينا الأحباء، إن شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمة على خير، وإلى اللقاء.